السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا، فاجعل بفضلك كل صعب علينا سهلا. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون فيعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وافسح اللهم لاخواننا قلوبا غلفاء وعينا عمياء واذانا صماء. اجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك، وفي الاخره مع سيد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اللهم امين. كيف الحال؟ بخير الحمد لله، وكيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. طيب اختبرني فقط، أين الطلاب؟ طيب طيب أمس نحن درسنا الفقرة الثانية، صحيح؟ صحيح. من درس هل تحدث مشكلات بين الزوجين؟ ما الفرق بين كلمة خلاف واختلاف؟ اختبرني. خلاف في رأيي واختلاف في رأيي وشكلي. طيب أريد خلاف في جملة. خلاف يوجد نقابل الخلاف نقابل الخلاف بين العلماء في الرأي. نقابل الخلاف بين العلماء. الخلاف بين العلماء في الرأي. طيب هل أنت تشربين القهوة؟ لا، أحيانا ممكن في شهر واحدا. في الشهر مرة واحدة؟ نعم. ما شاء الله. طيب أنت تشربين القهوة فقط أم القهوة بالحليب؟ قهوة بالحليب. القهوة بالحليب، صحيح؟ طيب لو أنا أريد أن أقول يا أختي مرني، أنا أشرب القهوة ولكن بدون سكر، كيف أقول هذا؟ بدون سكر. تشرب شرب يشرب يشرب تشرب تشرب القهوة بلا سكر. جيد، إذا أشرب القهوة ده بلا سكر. طيب أختي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك مشكلة؟ لا شيء، أنا أجلس sedikit pusing sudah. لا بأس، تفضل شيء. لدي صداع قليل. جيد. نعم لدي صداع قليل. عندما أقول جيد، عندما أقول الحياة الزوجية رحلة طويلة، ها جملة؟ الدراسة لغة العربية رحلة طويلة. دراسة اللغة العربية رحلة طويلة. طيب يا أختي مرني. نعم. ما السبيل إلى دخول الجنة؟ أجد الله سبيل إلى دخول الجنة. جميل، رضا الله سبيل إلى دخول الجنة. طيب يا أختي عائشة، ما السبيل إلى إتقان اللغة العربية؟ السبيل إلى إتقان اللغة العربية الاستماع كثيرا، ثم أو وتدبير ماذا؟ وتعبير وممارسة اللغة العربية
سبيل إلى إتقان لغة العربية. جميل ما شاء الله. طيب أختي مرني، نعم. درسنا كلمة بمعنى أنه يغضب جدا. يثور. يثور جملة. يثور السمك عند صيده. مرة أخرى. يثور السمك عند صيده. ما شاء الله. يثور السمك عند صيده. صيده. جاي جاي. يعني السمك يغضب، صحيح؟ صحيح. جيد ما شاء الله. طيب أختي عائشة جملة. عندما يسوده يس عندما بالفعل كيف؟ لا لا صحيح، يثور السمك عند صيد. ما شاء الله ما شاء الله، هي تريد بالفعل. طيب أختي عائشة جملة. مالك يسور عندما خان سجى وعدها. مرة أخرى. يسور مالك عندما خانت سجى وعدها. جميل، من مالك ومن سجى؟ مالك سجى سجى نبي بالسو سه. أما أنا نبي بالسو سه طيب بعد توف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد مثل مسيلمة الكذاب سجى الكذبة. أوه نعم نعم. سجاح. نعم سجاح. نعم أنا سمعت سجا سين جيم ألف فقط. سجاح. سجاح نعم نعم سجاح نعم. جيد جيد ما شاء الله جميل. هل أنت تقرأين في السيرة؟ أنا أشاهد عمر بن الخطاب فيديو. والله ما شاء الله جميل جدا. مسلسل عمر بن الخطاب صحيح؟ نعم. جميل ما شاء الله. أنت الآن في أي حلقة؟ أنا؟ نعم. أنا قد انتهيت 10 مرات من الأول حتى 30. ما شاء الله. 10 مرات. 10 مرات أو أكثر. كل والآن... يوم أنا أستمع هذا الفيديو لأتعود. اللي أتعودت استماعي. طيب والآن أنت تفهمين جيدا أو لا؟ قليلا فقليلا فقليلا شيخ، ليس مباشرة أفهم كله، ولكن حينما أنا أكرر أكرر هذا معناه هذا معناه كذلك. جميل ما شاء الله ما شاء الله جميل. إن شاء الله ممكن نختار يوما في يوم ونشاهد معا يعني حلقة كاملة إن شاء الله. نعم شيخ. إن شاء الله. طيب بسم الله. الفقرة الثالثة. لماذا تأخر الطلاب؟ طيب الفقرة الثالثة اقرأي يا أختي عائشة. الثالثة. بسم الله. لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ يعود السبب إلى وجود اختلافات. يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. وتظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة الطفولة وتزيد في مرحلة الشباب. فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. طيب طيب قائمة مرة أخرى أختي مرني.
Limada tahdusu mushkilatun baina zawjaini min waqti lil akhara min waqtin li akhara. Limada tahdusu mushkilatun baina zawjaini min waqtin li akhara ya'udu sababu ila wujudi ikhtilaf ila ya'udu sababu ukhti murni. Naam, naqulu min waqtin li akhara min waqtin li akhara ya'udu sababu ila wujudi ikhtilafatin kasiratin baina syakhsiyatir rajuli wa syakhsiyatil mar'ati wa tazharu syakhsiyatil mar'ati wa syakhsiyatil mar'ati wa tazharu hadhihi al ikhtilafatu ba'da marhalati tufulati wa tazidu fi marhalati wa tazidu fi marhalati syababi farrajulu yuhibbu asya'a la tuhibbu hal mar'atu wal mar'atu tuhibbu asya'a la tuhibbuhu rija la tuhibbuha la yuhibbu hal rajulu. Jamil. طيب هو يسأل الآن لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ طيب أنا عندي سؤال، هل المشكلات بين الزوجين دائما؟ لا لا أحيانا. أحيانا يعني هل كل اليوم هناك مشكلات؟ لا لا أحيانا، صحيح؟ نقول من وقت لآخر، من وقت لآخر بمعنى بعض الوقت، تمام؟ إذن ما معنى من وقت لآخر؟ بعض الوقت. بعض الوقت، إذن عندنا من وقت لآخر، المقصود بعض الوقت ليس دائما. نعم تحدث مشكلات بين الزوجين ولكن ليس كل يوم، صحيح؟ صحيح. طيب إذن هنا عندنا من وقت لآخر بمعنى بعض الوقت. طيب كيف أقول هذا يا أستاذ، أو كيف أستخدم هذا التعبير في جملة؟ مثلا نحن نقرأ القرآن، صحيح؟ صحيح. هل نحن نقرأ القرآن دائما؟ إن شاء الله. نحن نريد هذا إن شاء الله، صحيح؟ نعم. ولكن نحن مثلا نقرأ القرآن بعد الفجر، ثم نقرأ القرآن بعد الظهر أو بعد المغرب، هكذا، صحيح؟ صحيح. إذن أقول أقرأ القرآن من وقت لآخر، أقرأ القرآن من وقت لآخر بمعنى بعض الوقت، يا أو ليس دائما. نعم. واضح؟ واضح. أختي مرني تفضلي. أريد أشرب، أريد أن أشرب القهوة. أن أشرب. أريد أن أشرب القهوة من وقت آخر. من وقت لآخر. من وقت لآخر. مرة أخرى. أريد أن أشرب القهوة من وقت لآخر. طيب أختي عائشة. أمارسة قراءة القرآن من وقت
لآخر. مرة أخرى. أمارسته. ما معنى أمارسته؟ أستغفر الله، عفو منكم. أمارس قراءة القرآن من وقت لآخر. نعم أحسنتي. شيخ نور قادم، نعم يا شيخ، سألعب كرة القدم من وقت لآخر. إذن ألعب كرة القدم من وقت لآخر، بمعنى بعض الوقت. تمام. لو أنا أريد أن أقول كل الوقت، ماذا أخسر؟ كيف سأقول هذا؟ أتنفس دائما. نعم صحيح. صحيح. إذن مضاد من وقت لآخر بمعنى دائما. إذن هل المشكلات يا أبا رفيف بين الرجل والمرأة دائما؟ من وقت الآخر. انتبه معي، من وقت، من وقت لآخر. تمام. من وقت، نعم نعم، من وقت لآخر. طيب إذن هو يسأل السؤال، لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ يعني ما معنى هذا السؤال يا أبو رفيف؟ تقصده لماذا تحدث مشكلات بين زوجين بعض الوقت. بعض الوقت. نعم من بعض الوقت. جميل. طيب أكمل يا أبو رفيف. يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. مرة أخرى. يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. جميل. طيب أولا قبل أن نشرح ما معنى يعود السبب، أريد أن أسأل ما معنى شخصية الرجل وشخصية المرأة؟ كبريباديان. أحسنتي، كبريباديان. كل إنسان له شخصية، صحيح؟ صحيح. يعني مثلا شخصيتي كبريباديان سايا تختلف عن شخصية أبي رفيف، صحيح؟ وشخصية أبي رفيف تختلف عن شخصية نور قادم، وشخصية أختي عائشة تختلف عن شخصية أختي مرني، وشخصية أختي مرني تختلف عن شخصية أختي فيني، صحيح؟ صحيح. إذن كل إنسان له شخصية، واضح؟ مدي. كل إنسان له شخصية. شخصية. طيب عندي سؤال آخر، هل شخصية الأطفال مثل شخصية الرجال؟ لا. لا. ها تختلف؟ تختلف. تختلف، صحيح؟ صحيح. طيب يعني مثلا الطفل لو مثلا ولد عمره 10 سنوات، تمام؟ تمام. وبنت عمرها 10 سنوات، الشخصية تتشابه أو تختلف؟ تختلف. تختلف. طيب ولد عمره مثلا 2 سنين دوتهن، وبنت عمرها 2 سنين، هل الشخصية تختلف أو تتشابه؟
Mukhtalif. Sanatan. Sanatan mungkin. Mukhtalif. Mutasyabih. Tetasyabah, sahih? Tapi mana? Mana dan lama ya stati ya takalam lama ya stati yamshi oh yabki fakat yabki fakat طيب ما شاء الله. اذا الاختلافات في الشخصيه هل تظهر في مرحله الطفوله في رايكم؟ قليلا. طيب يا ابو رفيق، نعم في. أنت لديك أولاد صحيح؟ صحيح. ما أعمارهم؟ واحد 10 سنوات. ثم الثاني. والثاني كم عمره؟ ست سنوات. 10 سنوات هذا ولد أو بنت؟ هذا بنت. بنت والثاني؟ بنت. والثاني بنت يا شيخ. بنت أيضا. بنت نعم. إذا اثنتان بنات. لا يا شيخ بنت. طيب لو لديك ابن عمره سنتان أو 3 سنوات وبنت عمرها 3 سنوات، هل الشخصية تختلف أو لا؟ في رأيك؟ تختلف يا شيخ. تختلف كيف؟ تختلف في أي شيء؟ في شخصية يا شيخ. يعني مثلا البنت ماذا تحب في سن 3 سنوات والولد ماذا يحب؟ تحب أظن أن يلعب شيء. يلعب. والبنت تحب أن تلعب أيضا. نعم شيء. صحيح. صحيح. لكن لو الولد، انتبه معي، الولد عمره مثلا 10 سنوات ثم البنت عمرها 10 سنوات، تمام؟ تمام. هنا الشخصية تتشابه أو تختلف؟ تختلف جدا. طيب في هذه السن ماذا يحب الولد؟ يلعب كرة قدم. يحب أن يلعب كرة القدم. الولد هذا ايضا main layangan itu apa bahasa Arabnya sih? Apa? Main layang-layang. يعني يحب ان يلعب اشياء الرجال صحيح؟ Saya tahu enggak layang-layang? La adri. يعني اشرحي قليلا ماذا تقصدين؟ Layang-layang itu minal kirtos, naam, minal kirtos wal habl. Idan fil maidan maujud. Naam, syai'un mithla at-ta'irah fi as-sama'. Naam. Minal kirtos. Al-waladu yuhibbu main layang-layang sih. Idan hadhi ismuha ta'iratun waraqiyyah. طب والبنت هل تحب هذا؟ لا لا يا شيخ. ماذا تحب البنت طيب؟ ممكن مساك يطبخ. تحب ان تطبخ؟ هي pura-pura masak itu bahasa Arabnya bagaimana؟ هي تحب ان تطبخ صحيح؟ تطبخ صحيح. او هناك العاب خاصة بالطبخ. صحيح؟ صحيح. إذن شخصية الولد وشخصية البنت في مرحلة الطفولة تتشابه أو تختلف؟ تختلف. طيب
مثلا انتبه معي، مثلا في مرحلة الشباب تتشابه أو تختلف؟ تختلف. تختلف جدا، صحيح؟ جدا. نعم تختلف جدا. مثلا الولد يحب أن مثلا يلعب كرة القدم، الولد مثلا يحب أن يخرج مع أصدقائه، صحيح؟ صحيح. طيب البنت تحب أن تقف أمام المرآة كثيرا، صحيح؟ صحيح أو لا؟ نعم صحيح. إذن هذه شخصية البنت وهذه شخصية الولد. طيب إذا لو أنا قلت متى تظهر الاختلافات بين شخصية الرجل والمرأة؟ هذا سؤال. متى تظهر الاختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة؟ ها؟ مرحلة. طفولة. مرحلة طفولة. تبدأ أو تظهر جدا؟ تبدأ. ومتى تظهر جدا؟ في مرحلة الشباب جدا. إذن تظهر الاختلافات بين شخصية الرجل والمرأة في مرحلة الشباب، صحيح؟ في مرحلة الشباب. طيب هو يقول لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ انتبه، يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. طيب عندما أنا أسألك مثلا لماذا مثلا أنت، لماذا أنت سمين مثلا، لو أنا أريد أن أسأل لماذا أنت سمين، جيد، ثم الجواب لماذا، سؤال لماذا أنت سمين، تمام؟ ثم أنا أجيبك هكذا، يمكن أن أقول لأنني أكل كثيرا، صحيح؟ صحيح. أو بسبب أنني أكل كثيرا، صحيح؟ صحيح. إذن يمكن أن أقول لأنني أو بسبب أنني، تمام؟ تمام. طيب يمكن أن أقول أيضا يعود السبب، انتبه، إلى أن، يعود السبب إلى أنني آكل كثيرا. إذن ما معنى يعود السبب إلى؟ لأن، بمعنى لأن أو بمعنى بسبب، تمام؟ طيب سؤال آخر، لو أنا أقول مثلا لماذا تحفظ القرآن؟ يمكن أن أقول لأنني أريد أن أدخل الجنة، أو بسبب أنني أريد أن أدخل الجنة، أو ها؟ يعود السبب إلى، يعود السبب إلى، مرة أخرى، يعود السبب إلى يعود السبب إلى أنني أدخل الجنة، أريد أن أدخل الجنة، تمام؟ طيب مثال أختي فيني. نعم يا شيخ. لماذا استيقظت مبكرا؟
Ya'udu sababu ila salatil fajr. Ya'udu sababu ila annani uridu. Ha. In ya'udu sababu ila annani uridu an usalli fajr. Usalli al-fajr. Jayyid. Tayyib. Mathalan at-tiflu as-saghiru yabki jiddan. يبكي بقوة. ثم أنا أسألك يا أخي أرينتو، لماذا يبكي الطفل؟ يعود السبب إلى أنه يريد أن يأكل حول يريد أن يأكل ماذا؟ ممكن برمن قصد حلوى. 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 طيب. حلوى. طيب. طيب. أخي بوبو. نعم شيخ. لماذا تأخرت عن الدرس؟ يعود السبب يعود السبب إلى أنني نمت مثلا استيقظت أخيراً أخيراً نعم. مرة أخرى يعود السبب إلى أنني استيقظت أخيراً متأخراً جيد. طيب إذن ما جواب هذا السؤال؟ لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ ما الجواب يا أختي مرني؟ يعود يعود سبب إلى وجود اختلاف كثير بين شخصيات اختلافات كثيرة اختلافات كثيرة بين الشخصيات الرجل والرجل شخصيات الرجل والمرأة. جميل. ماذا تفهمين من هذا يا أختي مرني؟ يوجد الاختلاف بين الشخصية الرجال والمرأة. إذن وهذا هو سبب المشكلات. نعم. إذن سبب المشكلات اختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. طيب بعد ذلك أكمل شيخ بوبو. أخي بوبو. نعم شيخ. أكمل وتظهر. وتظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة الطفولة. بعد مرحلة الطفولة. بعد مرحلة الطفولة وتزيد في مرحلة الشباب. وتزيد في مرحلة الشباب. جيد. فالرجل يجيب أشياء. فرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة. والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. جميل. إذا ماذا تفهم شيخ بو؟ يختلف بين الرجل والمرأة. هناك اختلاف
Ya, huna takhtilafun baina ar-rajul wal mar'ah fi fi marhalati ash-shubub ash-shabab. Jayid. Ikhtilaf fi ash-shakl aw fi ash-shakhsiyah? Ikhtilaf fi ash-shakhsiyah. Fi ash-shakhsiyah. Fi ash-shakhsiyah. Jayid. Ha, thumma? Thumma الرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. مثال: ما الأشياء التي تحبها أنت أو التي يحبها الرجل ولا تحبها المرأة أخي بو؟ أخرج أخرج البيت. الرجل يحب أن يخرج البيت. يخرج من البيت. يخرج من البيت. المرأة لا يحب لا تحب أن تخرج من البيت. ولكن المرأة تحب هذا. Oh, نعم. طيب. طيب أخي أبو رفيف، ما الأشياء التي يحبها الرجل ولا تحبها المرأة؟ ممكن الرجل تحب رجل يحب الرجل يحب درجة النار يعني، ولا تحب المرأة درجة النار يعني. طيب مثلا أختي فيني، ما الأشياء التي تحبها المرأة ولا يحبها الرجل؟ المرأة تحب أن تخرج إلى السوق المركزي. نعم. ولكن الرجل لا يحبها. لا يحب هذا. نعم. جيد. طيب أختي مرني، ماذا أيضا؟ المرأة تحب مشاهدة النفس di depan إلى di depan kaca في المرآة. في المرآة. مرة أخرى، هي تحب مشاهدة نفسي مشاهدة نفسها مشاهدة نفسها إلى المرأة في المرآة والرجل والرجل ليس يحبها لا يحب هذا والرجل لا يحبها. أها، والرجل لا يحب هذا. جيد، ما شاء الله. طيب، هذه الاختلافات، هو يقول تظهر هذه الاختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة بعد مرحلة الطفولة، صحيح؟ وتزيد في مرحلة الشباب. وتزيد في مرحلة الشباب. طيب، لو نحن نريد عنوانا للفقرة الثالثة، ماذا نقول؟ الاختلاف. الاختلاف. سبب الاختلاف سبب المشكلة في اختلاف أي شيء؟ اختلاف الشكل. شخصية. اختلاف الشخصية. بين رجل ومرأة. إذن اختلاف الشخصية سبب المشكلات، صحيح؟ إذن لو قلنا في الفقرة الثالثة مثلا، اختلاف الشخصية سبب المشكلات. جيد.
طيب بعد ذلك الفقرة الرابعة والأخيرة. إذن الآن نحن عرفنا لماذا تحدث المشكلات، بسبب يعود السبب إلى وجود اختلافات بين شخصية الرجل وشخصية المرأة. طيب بعد ذلك أخي أرينتو أكمل. وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى، يأخذ الزوجان في الشكوى، يأخذ الزوجان في الشكوى. نعم. يشكو الزوج فيقول زوجاتي لا تستمع إلي وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا وتذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. لا نحتاج إليها. وتشكو الزوجة فتقول زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة وتقضي وقتا طويلا خارج البيت ويقضي وقتا طويلا خارج البيت، وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى. مرة أخرى، يأخذ الزوجان في الشكوى. أولا، نحن درسنا قبل ذلك يشتكي من، صحيح؟ صحيح. صحيح. عندنا فعل آخر، فعل جديد اسمه يشكو من، نفس المعنى، تمام؟ إذن عندنا شكا من إلى، أيضا مضارع، كيف المضارع أختي فيني؟ يشكو. كيف الأمر؟ يشكو شك. لا وش؟ أشكو. والمصدر؟ شكوى. طيب عندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يقول يأخذ الزوجان في الشكوى. ما معنى يأخذ في؟ ها إخوان أخوات، ما معنى يأخذ في؟ من يعرف؟ يفعل. طيب نحن درسنا قبل ذلك أخذ وبعده مضارع، صحيح؟ مثلا أخذت أقرأ القرآن بعد الفجر، ما معنى هذا؟ بدأت، صحيح؟ هنا لو أنا قلت أخذ، بسم الله، لو أنا قلت أخذ
في أخذ في بسم الله أخذ في وبعد ذلك اسم ليس فعل أخذ في ثم اسم لماذا اسم يا أستاذ؟ لأن في بعدها اسم مجرور في حرف جر صحيح؟ طيب بمعنى بدأ أيضا بمعنى بدأ طيب مثال لو أنا قلت انتبه معي أخذت في قراءة القرآن بعد الفجر أخذت في ثم اسم هذه الجملة مثل أخذت أقرأ القرآن واضح؟ إذن أخذت في قراءة القرآن بعد الفجر مثلها أخذت أقرأ القرآن بعد الفجر تمام؟ طيب مثال آخر لو أنا قلت أخذت في دراسة العربية منذ شهرين أو منذ شهر ما معنى أخذت في دراسة العربية يا أخي أرنتو؟ بدأ يعني بدأ بدأ بدأت بدأت دراسة يعني بدأت في الدراسة منذ شهرين صحيح؟ جميل طيب أخي أرنتو ها جملة أخذت في بعدها اسم أو مصدر تمام؟ نعم أخذت في عمل في عمل نعم الساعة ثمينة أخذت في العمل ها في الساعة الثامنة جيد أخذت في العمل في الساعة الثامنة جميل طيب أختي فيني أخذت في طبخ أخذت في الطبخ أخذت في الطبخ الساعة السابعة جميل فندي أختي مرني أخذت في قراءة القرآن بعد الدراسة مرة أخرى أخذت في قراءة القرآن بعد الدراسة يعني بدأت في القراءة بعد الدراسة صحيح؟ طيب الآن وعندما يقول وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يبدأ أو يأخذ الزوجان في الشكوى ما معنى يأخذ الزوجان في الشكوى؟ أختي عائشة يبدأ الآن الزوج يبدأ في الشكوى لأن المشكلات تظهر لا. الزوجة تبدأ في الشكوى تمام؟ تمام طيب عندما أقول انظر أخذ الزوج في الشكوى من زوجته ما معنى هذه الجملة يا أبا رفيف؟ بدأ الزوج في الشكوى من زوجها يعني بدأ الزوج في الشكوى من زوجته تمام؟ طيب كيف أستخدم الفعل شكا يشكو؟ الفعل شكا يشكو مثال نحن درسنا يشتكي من صحيح؟ صحيح يشتكي من إلى كذلك أيضا هنا نقول
يشكو من إلى نفس المعنى بمعنى يشتكي. طيب لو أنا قلت الولد يشكو من صديقه إلى المعلم. الولد يشكو من صديقه إلى المعلم. إذن من يفعل مشكلة، الولد أم صديقه؟ صديقه. صحيح. ومن يشتكي، الولد أم صديقه؟ الولد. تمام. طيب ها جملة أختي عائشة. المرأة الزوجة تشكو من زوجها إلى والدها. إلى والدها، جميل. طيب إذن متى يبدأ الزوجان في الشكوى يا أخي نور قادم؟ نعم يا شيخ. عندما تظهر المشكلات يا شيخ. عندما تظهر المشكلات. نعم. طيب بعد ذلك ما شكوى الزوج يا أخي نور القادم؟ الزوج ما شكوى الزوج أو ما شكوى الزوج عفوا؟ أنا الزوج يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تستمع إلي. نعم. يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تستمع إلي وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا. طيب ما معنى هذا؟ الزوج عندما الزوج عندما يشكو الزوج زوجتي لا تستمع. ما معنى لا تستمع إليها؟ enggak peduli gitu saya enggak mendengar gitu. Ah, man ya'rif zawjati la tastami'u ilayya. La tu'a. ماذا؟ لا تطيع في زوجي. يعني لا تطيعني، صحيح؟ صحيح. صحيح. إذن زوجتي لا تستمع إلي بمعنى لا تطيعني. لا تطيعني. جميل. طيب مثال، انتبه معي. لو أنا أقول أنا أستمع إلى القرآن مرة أخرى. أنا أستمع إلى القرآن. إذن عندنا الفعل استمع. استمع إلى. تمام؟ تمام. أنا أستمع إلى القرآن يعني أنا أطيع القرآن؟ طاعت؟ لا. هنا يستمع إلى بمعنى دينجار. صحيح؟ صحيح. إذن لو أنا قلت المؤمن أو المسلم يستمع إلى القرآن. المسلم يستمع إلى القرآن. واضح؟ لكن لو أنا أقول المرأة تستمع إلى زوجها، ما معنى المرأة تستمع إلى زوجها؟ تطيعه. بمعنى تطيعه. إذن
لماذا يشكو الزوج يا أخي أرينتو؟ لماذا يشكو الزوج؟ لأن زوجه لا تطيع لا تطيعه أن الزوجة لا تطيعه. وماذا أيضا؟ الزوجة تتكلم مع صديقتها في الهاتف كثيرا. مرة أخرى. زوجته تتكلم مع صديقتها في الهاتف كثيرا. كثيرا، جميل. إذا زوجته تتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا. وماذا أيضا؟ وتذهب إلى السوق كثيرا. وتذهب إلى السوق كثيرا. إلى السوق كثيرا. وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. إذا هذه شكوى الزوج، صحيح؟ صحيح. طيب، في رأيك أنت يا أخي أرينتو، هل الزوج يحب هذا من زوجته؟ لا، الزوج لا يحب هذا. مرة أخرى، الزوج لا يحب هذا، صحيح؟ صحيح، صحيح. هل الزوج يحب أن تذهب المرأة إلى السوق كثيرا يا أخي أبا رفيف؟ هل الزوج يحب أن يذهب إلى السوق كثيرا؟ زوجة تحب كثيرا أذهب إلى مركز السوق المركزي. والزوج لا تحبها. الزوج لا يحب هذا، صحيح؟ أي. جميل. طيب بعد ذلك، وتشكو الزوجة، أختي فيني أكملي. وتشكو الزوجة فتقول زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة ويقضي وقتا طويلا خارج البيت، وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. إذن يتكلم طول الوقت. ما معنى طول الوقت؟ أختي فيني، ما معنى طول الوقت؟ كثيرا يا أخي. طول الوقت معناه كثيرا، يقضي كل الوقت بمعنى يقضي وقتا كثيرا. كل الوقت. كل الوقت. إذا ما معنى طول الوقت هنا؟ كل الوقت. كل الوقت، تمام. طيب انتبه معي. إذا عندما أقول لك مثلا أذكر الله طول الوقت، بمعنى كل الوقت. كل الوقت. أذكر الله طول الوقت بمعنى كل الوقت. طيب جملة أختي فيني. استغفرت طول الوقت. أستغفر الله طول الوقت. أحسن. أستغفر الله طول الوقت. جيد، ما شاء الله. أستغفر الله طول الوقت. طيب زوجي يتكلم طول الوقت دائما، يعني صحيح، في السياسة والرياضة. طيب الرياضة نعرفها، يعني ليفربول، مو صلاح، صحيح؟ جيد. والسياسة، ما معنى السياسة هنا؟ بوليتيك. جوكوي، برابو، هكذا. إذن ويقضي وقتا طويلا خارج البيت. إذا ما شاء الله، هو يتكلم كثيرا في السياسة والرياضة وهو خارج البيت أيضا، صحيح؟ ماذا يفعل لو هو في البيت؟
قراءه الصحف يقرا الصحف والمجلات او مع الحاسوب. ما شاء الله. اذا الزوجه مسكينه. نعم لا يوجد حوار بينهما. لا يوجد حوار. اذا بعد ذلك ماذا تظهر المشكله؟ صحيح. طيب نعوذ بالله من ذلك ان شاء الله. طيب نريد عنوانا للفقره الثالثه الاخيره الرابعه، ماذا نقول؟ ها ماذا نقول اخوان اخوات الفقره الرابعه؟ الشكوى في شكوى بين الزوج والزوجة. والزوجة. إذا يمكن أن أقول رابعة شكوى الزوجين. شكوى الزوجين. جميل ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم جميعا إخوان. بارك الله. وجعل الله يعني حياتكم الزوجية حياة هادئة إن شاء الله. أمين أمين إن شاء الله. إن شاء الله ليس فيها مشكلة إن شاء الله. بارك الله. إن شاء الله. بارك الله. جزاكم الله خيرا. وجزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.